السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني الأعزاء، أرحب بكم بعد ما وصلنا في يوم الجمعة، هذا اليوم المبارك وصلنا إلى لبيتا. أسجل لكم هاي الحلقة كذلك من مشوارنا ومتابعتنا في موضوع الاستغفار. طبعا قلنا نحن أن في قطوف دانيات أن الاستغفار عندنا إذا أدركت وتوصلت إلى الاستغفار العميق والاستغفار الواعي سوف تصل إلى نتائج باطنية وظاهرية كذلك، طبعا أكيد عميقة ومفيدة في حياتك طبعا الدنيوية وحياتك الأخروية. طبعا هني نبغي في هاي الحلقة اليوم في هذا المستوى من المستويات نبي نذكر إخواني وأخواتي الأعزاء إلى نقطتين مهمتين جدا في موضوع الاستغفار. طبعا وأنت تستغفر من أفكارك، من معتقداتك، من ماضيك، حتى من حاضرك ومن مستقبلك، طبعا عندما تستغفر يجب حتى الله سبحانه وتعالى يمن عليك بالمغفرة وطاقة الرضا والقبول والغفران في نقطة جدا جوهرية وحساسة ومهمة يجب أن تعيها وتدركها. نحن في مجال الوعي وفي مجال الإدراك وفي مجال الفهم أخواتي إخواني، مهم هاي النقاط حتى تصل إلى جوهر وإلى عمق وإلى باطن الاستغفار، وهو انتبه معاي، وهو نقطة رئيسية وجوهرية، وهو أنك عندما تستغفر لنفسك وتريد أن الله سبحانه وتعالى يغفر لك ويمسح عنك الطاقة السلبية من هذه الأفكار السلبية والمعتقدات، أول نقطة رئيسية ومهمة حتى الله يغفر لك قبل هاي لازم تعمل عمل مهم جدا، وهو أنك تغفر وتسامح نفسك. يعني كيف تبغى الله يغفر لك وأنت بعدك في معمعة وفي دوشة وفي فوضى عدم القبول لنفسك بسبب ما حدث أو بسبب الذنب أو بسبب المعصية أو بسبب الفكرة أو بسبب الاعتقاد السلبي الذي تحمله داخلك؟ فأول نقطة أنت لازم تسامح وتغفر وتصفح عن نفسك حتى تأتيك المغفرة والرحمة الإلهية. أنت كيف تطلب من الله يسوي لك هالشيء وأنت ما تسوي لنفسك؟ غير منطق وغير غير يعني مقبول عند الله. كيف أنت تبغى الله يسامحك وأنت مو مسامح نفسك؟ فأنت لذلك من عرف، هاي دائما أكرره وركز عليه، من عرف نفسه عرف ربه. فأول سامح نفسك، بعدين الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بحسن الثقة بالله سبحانه وتعالى سوف يعفو عنك ويصفح عنك ويسامحك، بل في مرحلة متقدمة سوف تدرك، وهذا العمق الذي نريد أن نصل إليه، أنك سوف تكون من يبدل الله سيئاتهم حسنات، بالعكس وينقلك إلى مراتب وإلى درجات عليا من الإدراك والفهم والوعي أخواتي وإخواني الأعزاء. إذن النقطة الجوهرية الأساسية حتى يصير قبول للاستغفار من الله سبحانه وتعالى ويتم نعمته عليك بالصفح والمغفرة والطاقة الإيجابية في كل حياتك الدنيوية والأخروية أنك تسامح نفسك أولا. وطبعا في نقطة ثانية، قلنا نقطة الأولى هاي، النقطة الثانية أن تسامح الآخرين. طبعا نحن كلنا المستويات اللي تقدمنا فيها مستويات تتكلم عن نفسك وتستغفر، ومستويات أنت تستغفر عن الآخرين لهم ولنفسك عن أفكارهم السلبية ومعتقداتهم السلبية وتصرفاتهم وكلامهم وأفعالهم وأقوالهم جميعها تستغفر لهم. فأنت في البداية يجب أن تغفر لهم وتسامحهم، ثم تتبعها فكرة أن تسأل الله أن يغفر لهم ويسامحهم ويسامحك
ويبعد عنك هذه الأفكار السلبية والأقوال والأفعال والتصرفات السلبية التي تحمل طاقة وشحنات سلبية تؤدي إلى مثل ما قلنا بلوكات في الإنسان وفي طاقاته وفي شاكراته. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعفو والصفح والمغفرة، والطاقة الإيجابية تشع وتبزخ في جميع أركان أجسادنا وأجسامنا وحياتنا وفكرنا وعقلنا وقلبنا. آمين رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة، في أمان الله.